معانا مراسلنا العزيز جدا مينا ماهر، مراسل قناه الاهلي من مقر نادي الجزيره، نادي الاهلي بالجزيره. يا مينا صباح الخير. في البدايه خلينا نعرف منك كده اخبار النادي الاهلي فيما يختص بكل الرياضات المختلفه. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله أنه يكون يوم مليان بالتفاؤل والخير والسعادة على كل الناس. أنا هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة، يعني بدأ توافد الأعضاء على مقر النادي في الساعات الصباحية من اليوم. بصراحة الجو ملائم جدا، أنا مستمتع بالجو، يعني فيه بدأت يعني أجواء الخريف والشتاء تحل على الطقس، لكن أنا مستمتع بوجودي هنا في النادي. كمان يمكن كمان الأعضاء استغلوا فرصة إنه مفيش تدريب للفريق الأول، يعني كان في سيطرة على تراك ملعب مختار التتش لتأدية جميع التدريبات الصباحية. كمان عايز أشيد بجهود أمن النادي، يعني بصراحة يمكن من ساعة ما دخلت النادي فيه تركيز كبير جدا وإصرار من قبل أمن النادي لجميع الأعضاء على احترام جميع الإجراءات الاحترازية. يمكن دخولي من البوابة كان لازم في إصرار أن أنا أعدي من بوابة التطهير والتعقيم، وأيضا عدم يعني التخلص من الكمامة، لازم أفضل طول الوقت، يعني سمحوا لي كمان في الفترة اللي أنا بطلع فيها الهواء، لكن غير كده لازم أفضل محترم جميع الإجراءات الاحترازية هنا في مقر النادي. فبصراحة حبيت أن أنا أشيد بجهودات الأمن في النادي الأهلي بالجزيرة. نروح بقى للأخبار الرياضية، يعني يمكن فوز الأهلي ببطولة الكرة الشاطئية للسيدات، وكان تألق كبير جدا من دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني. بصراحة كانوا مقدمين أداء أكثر من رائع في على مدار البطولة. وأيضا فاز فريق الأول لكرة اليد للسيدات على الزمالك بنتيجة 30-25 في إطار منافسات بطولة الدوري والتي أقيمت أمس في صالة الأمير عبدالله فيصل. امبارح كانت المباراة قوية جدا جدا مع فريق الزمالك، وكان كمان فريق الزمالك متقدم في النصف الأول من الشوط الأول في المباراة، ولكن قدر فريق نادي الأهلي انه يعمل كومباك ويرجع تاني قبل نهاية الشوط الأول بالتعادل. وفي الشوط التاني كان في تألق كبير جدا وتقدم على مدار الشوط لفريق النادي الأهلي. بنبارك لفريق النادي الأهلي، وإن شاء الله خطوة مميزة وكبيرة جدا لحصد وتحقيق بطولة الدوري هذا العام. أيضا انتقال اللاعب نادي الأهلي المعار عمار حمدي إلى اتحاد سكندري، دي كانت رغبة اللاعب إن هو قرر فضل إنه يروح نادي اتحاد سكندري على سبيل الإعارة عشان كمان ياخد فرصة ويأدي، وإن شاء الله بعد ما الإعارة تخلص طبعا لو كان ضمن اختيارات المدير الفني كوتش موسيماني يقدر إن هو يرجع النادي الأهلي. كوتش موسيماني ادى راحه لفريق الكوره لمده اسبوع، يعني يمكن اول تدريب لفريق الكوره هيكون يوم السبت القادم هنا في ملعب مختار التتش استعدادا لنهائي بطوله افريقيا. قرر كوتش موسيماني ان هو يدي راحه للاعبين بعد يعني الفتره اللي فاتت كان في يعني عده مباريات كثيره وايضا تدريبات يوميه على الفتره اللي فاتت، فقرر ان هو يدي راحه للفريق الاول سلبيه ويبدا ان شاء الله التدريبات القادمه يوم السبت. ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كابتن حسام البدري 6 لاعبين من فريق الأول للنادي الأهلي لمنتخب مصر استعداداً لمواجهة توجو يوم 19-11، واللاعبين هم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة واللاعب حمدي فتحي واللاعب عمرو السولي. دي كانت الأخبار والكواليس من نادي الأهلي فرع الجزيرة. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم هنا على مدار اليوم. عودة مرة أخرى ليكم في الاستوديو. شكرا ليك زميلنا العزيز مينا ماهر، شكرا ليك.